بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد. وفرقني تضباط وكساب سنة أبي هريرة يا أحاديث تيس عن كم ميزان زارين عن ميزان ككسارين حلقة إن شاء الله وحلقة دي أوجد بيسي وأنا خلاص يا سو أورورين أن سو أورورين أنه نحيابه kukala tagay oo ku kala baahsanay xalaqooyinkii hore ama fadhiyadii hore ama taxanayaashii hore aan iyo weliba idaafaad ama waxyaabo kale aan ku dareynana insha Allah waan ku sii dheeray oo ku sii dheereynin doona insha Allah aan iswaydiinta sideeda Abi Hurayra ku saabsan dad badan ayay iscaaj ku riday oo kanaxay oo ka gilgishay oo yimid maxay ahayday waa ku xad gudub lagu xad gudbahayo صحابتي رسولك عليه الصلاة والسلام وعلى آله لكن حقيقة وحيتها هي سدع عكس جد إلهي سبحانه وتعالى كلي أي قلوب تقطع العضة أنا قلبي جاي وح كجرو كلي وحويان إن أن إسكس حنو وح إن جا خلدا أو أي نقطة هوش إنه دب نختيمت أه وح كساب سن نحل ديميت كين خصوصا كان روائقة أما كان أحاديث دا كيالة أفر رواية أيان سوق قضية وحان جعلها إنا تسين نبضة وأن عذر لهين إلى إكتان وأن تعصب كجرين وأن روح جعليس كجرين أو حقرادس أي كجرتو إنا إلى كور استاكتان حديث أبي هريري إيا مضامين تهدا أما وحيابها أي كساب صندا ila afar riwaayo ayaan soo qaadaya oo afar tuba tusinaya qaab been sheegida oo ku jirta riwaayooyinka ahad Abi Hurayra yaani waxyaabaha Abi Hurayra lagu haysto aad bay u fara badan yihiin hadii ay tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo meel looga dhaco hadii ay tahay rasuulsha waxyaabo xumeynaya oo hal riwaayo aan ka soo qaadi doono hadii ay tahay waxyaabo حيث القرآن كسورج وحفر بضن لكن وحرب أفر رواية أو جيران إن ذلك كورستاكتان رواية كوبات وحاويان رواية ذي أن هرأي أصو إشاري حلقة ذي اللحاد أما مقال كي اللحاد وأو أبي هريرة لها دخلت على الرقية أبي هريرة وحليه دخلت على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانو قال قبلي الرقية هاي رسول كورنا لي تاس oo ahayd haaskii Uthman bin Affan markaas waxay ugu tiri iyadoo waliba shalla gacanta ku haysu leeyahay oo action iyo tilmaam boo bixinaya waxaan iribu waxay tiri buu rasuulka Ilaahay ba hadda iga baxay rasuulku wuxuu i waydiyay bimaana shallahan aan ugu shalleeyay rasuulka rasuulku wuxuu i waydiyay Uthman kawar waxaan iribu yiri waxay waxaan iribay tiri wuu fiican yahay rasuulku wuxuu i iribay tiri Uthman waa dadka dabeecad ahaan saxaabadeeda igu soo dhaw ee ka dadaal oo dhaqaale xaq akhlaaq ahaan qofka igu dhaweeyaan oo akhlaaq fiican saxaabadeeda marka laga hadlay. Tayib qisada maqsuudka aan kale ahay xalqadii hore aan ku sheegay waxa weeyaan Abi Hurayra wuxuu soo islaamay oo islaamka uu soo galay sanadii 7aad ee hijrada. Gabadhuna waxay dhibatay sanadii 3aad ama sanadii 2aad على الأقل وحاقون حيسي أوغو يران وحاقون حيسي شنسانو أما أفر سنو أوغو يران شنسانو يعني إساونا نره هاي مريضو هايو يمنى ويكفوك تهي جزيرة العرب أما السعودية هاد هالك اللو يقانو أمركا إسلامكو ودقنا هالكاس أيو كيمي سؤالش مركا وحاي تهي إريق دخلتو مؤنا نهو الله إيش ياقي أنا أوغالي بوليه دخلت على رقية أنا أقول دخلت وفعل يفاعل فعل كان دخل أي قدري تادي تاو الفاعل ده أنا أقول رقية أي لي قبل حين اللي قاعد يبتسى أقول هذا الكلام ربا بسوابين حاكم ومستدرك إسكال أو رواية سوى ورنا يا وحولي شاكي قبل جير أبي هريرة إنه نكالو أصحابي قصة نشاري لكن نكوى الرادي والرادي أوان واي لكن حاكم إيا داد كان نوعان وكلا أوغو عذر دارها يوحان ويدين إيا روح كلا وح أوكوشا يغي ميا أنيغا سبيين لانها حدي تاسو أين بان أهين محا بان لانها سيدا هو حديث كو حال قولي هي واسحيح السند
منكر البطن بطن ايو اي نفط ديديسا انت حكمك لكن ابتر كان الى ابي هريره قال هي وحديثك لو سو غاري وا صحيح اي ليين بطن غنا وا منكر او نفط ديديس وحي نفط ديديس وا بيت اي كودان معنى يعني لما دي كره ابي هريره بين شيغا هي لكن وا ان لا دخوغا نفط ديديس قصه ما دام لا اوغان نكن انو سن مشه جوغي شيخ ما ويدي مال ويدون كورن قصدان مركاسا وحول منكر مركان منكر ويدينينا وحول منكر وايرا اضيق يعني انكر وديدي منكر وامدي نفت ديداي وخا لو معنينيا مركي ميل لو واي وايرا اضيق لو معنينيا طيب هلكاسي وا قصه بينا وابي هريره انا غلي ولي ما بنو هين اسلام ما جوجن ارغا شان سنه كديبو سو اسلامي حاليه ايدنكو الا نكي نيم با كلا او شيغاي onin hadu sheegay muudho ruwiya iyo dukira li waa la ii sheegay iyo muudho hadu sadinka u sheegay ninka mu sheegay magaci subxa loo qarinaya wa hadithal raba in la ina dhaw wa hadith sahih ah qata riwaayada labada raba in la sheego waxa weey riwaayada abi hureere oo warinayo oo ku taala bukhariga iyo muslim oo ku taala riwaayadaasi waxa weeyaan walaalayaalo riwaayada aad ila fiiriye sanad dheer oo abi hureere soo gaadhay baa wuxuu leeyahay abi hureere bukhari ku taala hadathana hadathana kadib hadathana abi hureere qaal hadathani abu salih baa kaarni hadathani abi hureere qaal annabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abi hureere ayay nabiga yiri قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطلقني وإما أن إما أن تطعمني وإما أن تطلق أن تطلقني ويقول العبد اطعمني واستعملني ويقول الابن اطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا هريرة أسمعت هذا من رسول الله قال لا هذا من كيس أبي هريرة روايته حويا أبي هريرة وحولي النبي جايلبو إلى أبي هريرة صدقة أوقف فضلك بدن ووح غنى كوقوط نافة قعدت سرائيا قعدت هوسك خير بدن كوب بالله وقفك كونو إسلامتا أيا أرانا يسننك أما إفر أما بيل إسي أدوك أيا أرانا يا إقودي إونا شقايسو إنانك ويلك أيا أبيك أرانا يا إقودي ياد إيجتكيسا markaas waxay ku yiraahdeen dadkii u sheekeynay abi hureero warka maadaan rasuulka ka maqlay markaas uu yiri la hada min kiisa abi hureere arintaasii jeebka abi hureere ayaa kala soo baxay markay xalilayeen oo ay rabeen inay arinkan beenta ay qiin u daydaan waxay yiraahdeen in mudraj weeyaan inta dambe oo maxay ahayd mar'atu inta ka bilaabta ayaa mudraj oo inta ayuu abi hureere maxay ahayd in ayuu ku daray laakiin inta hore nabigu ka maqlay okay su'aashu waxay tahay sidee baan ku kala garanayaa ilaa hadalkii abi hureere dabadu iska galiyay wuxuu dhana hadana wuxuu waa jeebka abi hureere sidaan ku kala garanayaa aniga aan meesha joogin inuu warkani war rasuul yahay kulli iyo inuu war kulli jeebka abi hureere laba mid u bay noqon inuu kulli warka jeebka abi hureere yahay haduu jeebka abi hureere yahay wuxuu u leeyahay nabiga yiri ilaan qaalan nabigu ku bilaabay sheekadiisa لما يو عقلي وحا وناغسان انو شقي حدي او دليل كاهيدو كفتمهي من النبي محمد عليه الصلاه والسلام ايا لو كفتما عجيب حقيقه ما وح عجيب له وارنت لباد روايه لباد او بينت كموقنايو حلقوينكي هورن ان كوسو اشاراي بلتاس نقبسد او حل اوراديه مدرج يا شيخ بريليداس انتي لك لو كادي حدي مدرج حتى لا دو بوشغا ان سو اروريي ايا كو ايماناي riwaayada saddexaad oo aan rabeen in aan ku ristaago waxa weeyaan abi hureere wuxuu ka sheekeyay geeridii iyo wafaadkii abu talib oo ahaa ali ibn abi talib abihi soo barbaariyihii iyo soo koriyihii rasuulkeena maxamed kaleeyhi salaatu wasalaam markaas wuxuu leeyahay markay geeridu ku soo haadirtay abu talib baa nabigu wuxuu yiri aba adeerkayo waxaad ii dhahdaa kelimada maalinta qiyaamo aan maqraati kaaga noqdo oo kelimada maxay tahay wa la ilaha illallah muhammadur rasuulullah yaani madama haddii geeriyoonays markaas wuxuu leeyahay labadan oo quraysh ragii quraysh hoggaamiyashooda oo gaala madaxisay soo fariistay ma waxay dhayn hadhiin madiinta abayo gaabad ka tageysa markaas wuxuu yiri abu talib hadii ana ka baqayn kabdhaha quraysheed inay dhahan uu cabsaday rasuulka ilaahay u shaado waan ku qaboojin lahayo kelimada waan ku dhila maadaama ku jecelo wiil adeer aan u ahay aad su'aashu waxay tahay abi hureere xilliga muslim uu sanahay
makana ma uu joogin. Abu Talib markuu geeriyooday 10 sano ku dhawaad kadib ama 7 sano ku dhawaad kadib ayuu Abi Hurayra soo islaamay. In badan baa u dhaxaysay sanado badan baa u dhaxaysay. Ilaa sanadii 7aad baa Abi Hurayra soo islaamay. وقت بدن بقول دحيي يو كم مغلي أبي هريري لأن بقى إيش شيء أنا مو هنا سيد سوى قصده حاضر وهاي وكله أي إيش شيء نن حل هرب نتاي سرادة كهر نتاي قصدي يسقاب كو جيري ودي يريدي ماش كان عايو كش شيء كينا يا هذو الرسول كو إيش شيء محوله هو أي الرسول كا إيش شيء إلا الرسول كا إيش شيء قصده مو هنا أبي هريري هتكون نقول كده الحديث بخاري كيالا هذي الروح كلا إيش شيء أنا روحي كلا محوق قريواي markuu leeyahay qisadaas dhacday waa arin kale oo iyadna been tilmaamays ajeeb arinta kale ama riwaayada afraad oo aan rabeen in ku soo gabagabeeyo riwaayooyinka waxa weeyaan riwaayada Abi Hurayra warinayo uu leeyahay Nabi Ilaahay Ibraahim saddex beenood sheegay Abi Hurayra warinayo muxuu leeyahay Abi Hurayra Abi Hurayra wuxuu leeyahay Bukhari baa soo warinay hadathana Muhammad ibn Mahbub qala hadathana Hamad ibn Zayd qala hadathana Ayyub عفوا عن أيوب عن بكر عن محمد عن أبي هريرة قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات صدح جاره ببين شيء النبي الله إبراهيم وبينتم موين أنبياء بينتم موين حرام كأهين موين أنبياء معصومين أهين صدح جاره ببين شيء بولي طيب ثنتين منهن في ذات الله لما بين هذا إبراهيم نبي الله إبراهيم أول شيء وحكى شيء إلهي ذات ذي سمقدس هذا أيق بين شيء وبين تحقق كسب سنة نبي الله إبراهيم بين إلهي كشيء حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وحولي هاي في ذات يوم في ذات الله عز وجل قوله مدك وبعد حوي إن سقيم أول القرآن كقتال مد لبعض حوي بل فعله كبيرهم هذا لما بين هذا إلهي كسب سيد طيب وقال مد كلنا محيط هاي مد كلنا محيط هاي وقال بين هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة سارذي أو حاسك نبي الله إبراهيم من أحسن الناس فأرسل إليه على كل حال سيوت shaakadi kalo ahayd ee maxay ahayd in gabadhan waa walaashay taasna in waa been kale oo Ibraahim uu sheegay ayuu leeyin Abi Hurayra yaani nabiyadi Ilaahayna been bay sheegeen Abi Hurayrana oo waliba Ilaahay bay ku been sheegeen Abi Hurayrana been ma sheegi karo saas miyad rabtaan inaad naga dhaadhicsan nimanka turaasiintaayo Nabiyullah Ibraahim sad Abi Hurayra soo warinay Bukhari bu riwaayadu ku taala saddex beenood buu sheegay oo laba ay ku saabsan yihiin إلهي ذات ذي اسم مقدس هذا. طيب ما تصدر طبعا كأن النور شاكتان هذا النبي الله إبراهيم الضبان شاكي سيد أبي هريري أسوه ورينيو والنبي نقوها معصومة أبي هريري إنه بان شاكي والنبي معصومة هين محديدا وإسوه الدينه روايوين كاس يقوك لو فربضان وأن سوكو بكرين وقاب بانات وإيالة حل أن لوه لكرين وأبي هريرة ونور شاقي أيها تيرا قار وليبا مالا ومجوغين بوليوان تغي وأنا أتشوغي مركا واح آن ربأو كلي وحاويان أن لانا هاي كتبتنا كنا قتيمة إنا إنو تالا وإنا وحي بانان إسكوفنا وحي كلنا أن ماركتاي أن قادرنا أخونا لكن بان إنا وضنا أو كتبتا إنو قول أحتال محافة إذو إنو قترت إنك عجيب waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo saddex su'aalood ama afar su'aalood oo aan rabo inaan isweydiino arinta koobaad taabiciintii riwaayadan uu leeyahay riwaayadan ku ka wariyay riwaayadan uu Abi Hurayra leeyahay waxaan u galay ruqiya ragii taabiciinta ahaa ee wax ka warinayay su'aal bay weydiin waxay ku dhahayaan warka maada rasuulka ka maqlay maxaa keenay inay su'aasha isweydiin Abi Hurayra weydiiyaan oo dhahan maada ka maqlay miyay ka shakiyeen ilaa saxaabadii kale bay ku dhihi jireen sidana oo kale oo rasuulka maada ka maqlay bay ku dhihi jireen hadii aad dhahano oo jawaabtu noqoto waxba dhiba kuma jabnay way iska hubsanayeen maanta xalaqaadka aan sameeyneyno iyo turaadka iyo dhaxalkeena diimeed dhaxaldiimeedkeena aan haysano sooyaalkeena diimeed aan lahayn aan ku laba kacleyno sida nimankaaba ay iskaga hubsanayeen inuu warkan war dhab yahay iyo inuu war kaftan yahay iyo inuu war rasuulka laga maqlay yihiin ay iskaga hubsanayeen ayaan maanta mudannahay oo maxay ahayd inaan iskaga hubsano
inaan ugu laba kacleyno inaan ku naqtiino sababtoo iyagii rasuulka u dhawaa ee waqti dhow agtooda rasuulku u dhintay hadii ay ku qasbanaayeen ama ay rabeen inay iska hubsadaan waxan meesha ugu yaalo innaga ayaa kaga haboon maanta inaan iska hubsano oo aan iska baadhno waxa meesha inoo yaalla soo yeelkeenna diimeed gaar ahaan kan riwaayiga ah tayib su'aasha labaad oo aan rabno inaan isweydiino waxay tahay su'aashaasna way taagantahay maxay taabiciintu u weydiiyeen abi hurayra limaada sa'ala attaabiciyuuna aw alatbaacu abi hurayrata can hada asu'aal walimaada qaaluu hal samicta hada min rasuulillah warka macdaa rasuulka ka maqla maxay u dhahen su'aasha way taagantahay su'aasha labaad waxa weeyaan waxaan xalaqaadkii hore ku soo sheegay idinkuna aad wada ogtihiin in cumar uu u diiday abi hurayra inuu wax wariyo wuxuu yidhi haddaan mar dambe kaa maqlo abi hurayra axaadiis sheegahaya buurihii aad ka timid ee reedoos ayaan kugu celinayaa markuu cumar dhintay ayuu bilaabay abi hurayra warinta axaadiista isaga abi hurayra ayaana sheegahayo wuxuu leeyahay haddii maanta cumar uu noolaan lahaa kolle axaadiistan maana wariyeen igamanayna maqasheen su-aashu marka waxay tahay cumar oo ka mid ahaa khulafadii afarta ahaa oo ninkaa taqaaneen ahaa muxuu ugu diiday abi hurayre inuu axaadiista wariyo axaadiista rasuulka ma wayn khayr ahayn ma wayn ahayn cilmi faafin ilaan cilmigii rasuulka laga maqlay in la sii faafiyo waa waajib in layna soo gaadhsiiyana waa waajib waana qaabka uu inagu soo gaadhay diintu maxay tahay sababta keentay in cumar uu u diido abi hurayre wax warinta laba mid unbay noqonaysaa inuu cumar tuhmahayay abi hurayre oo abi hurayre uu cumar ku tuhunsanay inuu abi hurayre been sheeg yahay iyo inuu cumar rabay inuu cilmigan qariyo labada mid unbay noqonaysaa waxayna u badan tahay in cumar uu ku tuhunsanaa abi hurayre inuu beenaala yahay xaalka idinkaa la idanka rabaa limaada ilan cumar inuu cumar khaldanay inuu abi hurayre khaldanaa mid unbay noqonaysaa ilan ina caqligeena ka shaqaysiinaa muhiima dhawaan waan ogahay kuwaa dhihi doona saxaabacay baad u socotaa saxaabacay oo ma socda waxaan u socdaa waxaan kutubta inoogu yaalla ma aha wax far ku qoran farjaynis oon la garanaynin waa wax af carabiya waa wax diin ah waa wax aan garan karo inaan isweydiinoo dhahno limaada ayaa meesha ku jirta su-aasha saddexaad oon raba inaan isweydiino waxa weeyaan caaisha umulmu'miniin ayaa waxay u yeedhay abi hurayre abi hurayre ayay u yeedhay markaasa waxay ku tidi maxay war maxay tahay axaadiista naga soo kaa gaadhaya axaadiistan faraha badan oo naga soo kaa gaadhaya oon maqlayna inaad sheegayso maxay tahay tayib aan riwaayad idiin akhriyo xaakim almustadrak bay ku taallaa alxaakim imaam xaakim baa kusoo wariyay kitaabkiisa mustadraga عن عائشة أنها دعت أبا هريرة عائشة يا وحي أويا لي أبي هريرة فقالت له يا أبا هريرة ما هذه الأحاديث التي تبلغنا عنك أبي هريرة أحاديثا أنت أويا لي وحي أحاديثا أن كان مغلين إن نقصوك قاريسة محيطاي ورك نقصوك قاري محيطاي محويا ولي بقى وحيتي دي التي تبلغنا أنك تحدث بها عن رسول الله أحاديث النبي قال إيه أن كم مغلى أعد لا ذهي إلا قال شيئها يوم حيث هاي النبي كوري نيس هل سمعت إلا ما سمعنا ما وحى الرسول كم قال لي وحى نهين أيات كم قال شيئا ذوق أو كوغارها وهل رأيت إلا ما رأينا ما وحى الرسول كأرقني وحى نهين أيات أركتوت كأركت أذوق جوابتي سمقل قال لا يا أماه إنه كان يشغلك عن رسول الله المراءة والمكحلة والتسمع للرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو يدي ميع وحكى لديرادة ما قال لكن انت نقولك اسكو ودي ايه الرسولك اسكو قرحين يسيد اسنقى يسيد اسنديفين يسيد ايه اسلان لقبع ده هيدا ادو ديار قروبي يسيد اسكو قرحين تننك اغا ايان انا اقول رسولك كفا ايدي استكولها والتسمع للرسول الله اسحر حرك اسكو حر حر ليسي ايه اسكو قرحين يسيد رسولك هرت الجواب تاسي جواب اذا بدرقو ترتبع وكلها الله ايو ام المؤمنين طيب إذن عائشة وحي اسكو ويدي سأب هريرة أغيا نايتي دو روحن أذ رسولك كيش يغي سو محاي تاي سو وحي اللي قابة جيري ما مات إنا اسو ويدي نوع نانور تراث كأبي هريرة إنو يال وأفر بقل أفرتني أفر حديث بخاري كلي كو قران أفر أف أفر بقل أفرتني أفر حديثه لغوري أبي هريرة يا بخاري كلي كو قران إنا مات اسو ويدي نوع اسكبر نميانا مضنين
محل يسكولا يابيا او لو بوقيا او لو ليه اصحاب العايا ماشي اصحاب عاي متالو روايوي كان ماشي يال ما صحبا مسمى هذي عائشة ويا نو يتدي أسوق النال وروح أنا الرسول كل شيء هيجي سئ أن النو كم قال محيوية ما تينا النو ده أنا نمي وروح أنا أسك بارنا محاكو جبان قارمي سؤال حرام نقطة السيدة هذا محلو جبنية إن سؤال إسوي دي الله روح أنا مسحبة من سوا خلط حلقة الحرامية يضرب برنامج يقدم ميسى أنوي وقفك وحق ليه إنه إسوي دي وحول با وولي بالدين تي سكو سابس طيب أن أرنت كلام ماشي كوجر تحوي أبي هريرة أبي هريرة لفتي سأيا وحوليها إن بضم حمق ليا إن الذين رسولك أيكوب بين أبو رنايا لكن أنا أقول رسولك وحانك سوى دفاعي لكن أنا أقول رسولك كم بين أبو رنايا ها أبي هريرة محد سمين جرتي رسولك وحاك مغلا شيء يا بسوا كو أدعوني لكن السجع وحش عضينا يا إلا تون سنة حل جاحتا إذا wixii horo dhana waan soo sheegnay inuu ninkan hadii ma la kulmi jiray yahuud inuu ka cabul akhbaar xitaa yidii qof maxay ahayday ma arkin qof aan tawreed aan tawreed baran inuu abi hureere ka yaqaan waxaanu dhawaa su'aal meesha ku jira idan xalqaadkan waa xalqadii u dambeysay abi hureere ku saabsan iyo turaadkiisa waxa soo dhana wixii lagu kalifay wuxuu ahaa inaan kala garano waxa saxda iyo waxa khaldka wax kale ma aha hadaf kale kama leeyin تراث كان ديمدا نو قرن وخي خلدا ان اسك سار وخي سخنا ان ان هيسن خصوصا حلغان لما رهايو حلي ما هي اهيد معلوماتكو اما وحان ان معلومات كان هيسن او يهي متوفر قف ولا بو هيل كرو انت ان كو غبغبينيا وحان رجينيا ان اتقاب علمي او هداشان حلقوين دنبو او كوساسن تراثكا ايان او ابي هريره كبحسن ايان كهدلي دونا هذا وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.